اليوم في مساء بإذن الله بلتقي بشخصية رائعة، قصة نجاح ملهم للشباب، وعدنا إن شاء الله مساء بإذن الله. اليوم بلتقي بشخص جميل جدا ورائع، رائد بن سعيد. اليوم بيكلمنا عن تجربته ثرية، ترك وظيفته وركز على هذا المشروع. رائد ترك وظيفته علشان هذا السبح. بيكلمكم رائد عن شغفه، هذا الشغف اللي بيقودك الإبداع. أهلا وسهلا رائد، هل يستحق الشغف أني أترك وظيفتي وعملي وأتفرغ له؟ والله يستحق، الموضوع جدا ممتع. أنا من أكثر من 6 سنوات وعايش بين الأحجار الكريمة والسبح. طبعا هي هواية من يوم صغير، الأحجار الكريمة، فالموضوع صار يأكل ويشرب معي بشكل يومي، فما قدرت إلا أني أعيش هذا العالم وأواجهه بشكل قوي. وأنه يكون أنا عندي شغلتين في الحياة أنا أقدرها، العمل الخيري وهذا البزنس اللي أنا أحبه، أو خلينا نقول الهواية أو الشغف اللي أنا أشتغل فيه. فقلت أنه لازم أتفرغ للشيء هذا، لأني لو ما تفرغت فيه ما راح يعطيني زي ما أنا أبغى منه. فصار أغلب وقتي جالس مع الأحجار الكريمة. طبعا الحمد لله لي أكثر من سنة الآن مستقيل من وظيفتي، تفرغت بشكل مجنون، يعني البزنس عندي ارتفع بشكل أفضل بكثير من قبل. الموضوع مو بسهل، كنت في منصب الحمد لله مدير شركة، تركت هذا الموضوع وتفرغت للشيء هذا مع أنه متطلب أساسي. أنا الحمد لله في أسرة مرتاحة، مثقفة، متعلمة، الحمد لله نسبة كبيرة من العائلة عندنا في وظائف مرموقة. من غير الطبيعي أني أكون في عائلة مثقفة وجالس أشتغل في حرفة يدوية عادية تكون في المجتمع ممكن يشتغل فيها أي واحد. أنا اتخذت التحدي لا واشتغلت فيها. إذا آمنت بنجاحك الداخلي في المشروع اللي تحبه وحسيت أنه فعلا هذا اللي بيكون محور حياتك، هو الدخل الأساسي لك، فصدقني لو كان بسطة خضار تنجح فيه وتطور فيه وتشتغل فيه أكثر من الباقي. رائد، هل في جدول مشروعك؟ هل عندك زباين وشركات ومؤسسات يستحقون هذه التضحية وتفرغك الكامل لهذه الهواية؟ طبعا ما راح أترك وظيفتي إلا في الأشياء اللي ذكرتها هذه. المستحيل بأخذ المغامرة الخطيرة هذه وأنا ما عندي أصلا زباين. فأنا ما تركت وظيفتي إلا لما تأكدت إن البزنس، فلما تأكدت إن البزنس واقف على رجليه وأقدر أخذ الخطوة الجاية إني أتفرغ من وظيفتي، تفرغت وركزت على البزنس بشكل قوي جدا أكثر من أول. يعني الحمد لله اشتغلت مع شركات كثيره، اشتغلت مع شركه فوزان خدمه المجتمع، اشتركت مع مؤسسه مسك الخيريه، اشتغلت مع هيئه العليا للسياحه والاثار. استاذ رائد، تكلمنا عن كيف تصنع سبحه، نبغى نعرف، عندنا فضول كبير، وانت متخصص وانت رائع. السبحه فيها 3 انواع، تتكلم على الاشياء الطبيعيه، وتتكلم على الاحجار، تتكلم على الاشياء الحيوانيه. الاشياء الطبيعيه غالبا يا تجيك كهرمان زي هذا، وهذه سبحه الكهرمان. طبعا تجي احجار اكبر، تجيك خشبيه زي هذا، خشب زيتون، هذه بعد ما طلعناها صارت كذا حلو. حتى بعض انواع الثمار زي هذه. ايش الثمره هذه؟ هذه اسمها كوك. ايوه، وين السبحه اللي تطلع منها؟ من البرازيل. هذه السبحه. حلو، من الكوك. هذه الكوك، شوف كم قصناها. بعض الانواع الثانيه حيوانيه زي هذا، قرن بافلو، هذا قرن خروف، وهذه السبحه اللي بنقرن الخروف. أيضا نسيت اللولو، كذلك اللولو وبحر اللولو، هذا طبيعي طلعونه من الصدفية هذه. أسعار السبح عندي تتراوح من بين 1200 إلى 2500، في أشياء تجي أكثر 7000، يعني مثلا عندي سبحة سن الحوت هي توصل تقريبا 7000 ريال. مع الآخر اللي هي الأحجار، يجون الأحجار طبعا نقصها برا في مصانع، تجينا زي كذا ندورة، بعدين نضيف عليها الفضة. طبعا السبحة فيها نوعين، في الخراطة وفي الأحجار حكها. أبغى أشرح لكم حق الأحجار في الخراطة. هذه مكينة تقص الأخشاب والأشياء الخفيفة اللي أستخدمها. بعدها تدخل عند الخراطة. الخرط هنا. فنحط القطعة هنا. طبعاً تدور المكينة. بعدها نحكها. نحكها ونطلع الأشكال اللي نبغاها. لأن الأشياء هذه خفيفة سهلة الحك. مو زي الأحجار. طبعاً كل الأحجار أو كل المعادن المستخدمة عندنا فضة. بعض الأحيان نستخدم ذهب. وهذه كل اللي تشوفها فضيات القطع اللي نضيفها للسبح. الإشكالية عندنا صناعة التعدين ضعيفة عندنا، ما أقدر أجيب أحجار من السعودية، الموضوع جدا صعب ومعقد، فأضطر كلها أجيبها من برا، مع أن هذا يخدم رؤية المملكة 2030. أنا مثال بسيط من شخص كانت عنده هواية وشغف حولها البزنس. إذا قدامك أي هواية أو أي شغف لا تخسرها، لا تخسر هوايتك، خلها زي الصديق لك، عيش معاها يومك، استمتع فيها. أنا بوريكم بعد شوي كتب ممكن تشوفونها عن السبح، جمعها من عدة بلدان في العالم.